اسمي نبيل منير، أنا من مصر، مقيم هنا، شبه مقيم، متجوز من الرامي، وهون بشتغل في الرينا مع إبراهيم فطور، شركة إحنا في شركة سياحة، وأغلبية شغلنا أو تخصصنا أكتر في طابة وشرم الشيخ والقاهرة والأقصر وأسوان ونويبع ودهب، اللي هي تعتبر منطقة سيناء بالكامل ومنطقة القاهرة وجنوب مصر. ده احكينا ايش توقعاتك هاي السنة عن السياحة؟ بالنسبة للسنة دي للسياحة، بتوقع انه يكون موسم كويس، لأن السنة اللي فاتت كان الكل متخوف، ولكن الحمد لله كان موسم ناجح جدا السنة اللي فاتت رغم انه مضغوط عشان رمضان. والسنة دي نفس الموضوع برضو، هيكون مضغوط شوية لأنه طبعا رمضان هيجي آخر 7، فبالتالي هيكون مضغوط في أول الموسم من أول 7 لحد 20/7، وبعد كده في العيد برضو لأنه هيكون في الأجازة، فبالتالي هيكون موسم أنا متوقع إنه يكون زي السنة اللي فاتت ويمكن أحسن شوية، نظرا لأنه الأردن ملانة والعقبة ملانة، والأغلبية أو الغالبية العائلات اللي معها أولاد بالذات بتفضل شرم على أساس إنه فيها كل أنواع الترفيه اللي ممكن للأطفال وللأولاد، وفي نفس الوقت يعني الأسعار متناولة في متناول الجميع، ما بتبقاش غالية، وفي نفس الوقت يعني الناس تقريبا شبه متعودين على هذا الموضوع، أو على إنه شرم بالنسبة لهم مكان كويس لتقضية الأجازة الصيف. احكينا ايش هو الوضع السياحي في مصر؟ لا، الوضع السياحي في مصر انا شايف انه العمليه بتتحرك واحده واحده، مش هو المطلوب، بس انا بقول مع كل شويه يعني الوضع بيتحسن، والوضع امن في بالنسبه لمنطقه جنوب سيناء بالذات، الوضع شبه امن، وفي حد دلوقتي يعني وسط الوقت اللي احنا فيه، في ناس بتنزل وبتقضي وبترجع، ما فيش اي مشاكل بتقابلهم. شويه يعني في ناس متخوفه، لكن انا بقول بالنسبه للعرب 48 بالذات، او اهلنا 48، بيكون المعاملة شوية مختلفة، على أساس إنه الناس في مصر بدأت تفهم أو تعرف مين هم عرب الداخل أو عرب 48، اللي هم الفلسطينيين اللي ما فرطوش في أرضهم وما طلعوش بره البلاد وفضلوا فيها، بدأت الصورة تتغير في مصر بالنسبة لهم. بس طبعا في شوية تجاوزات من بعض الشباب هنا اللي بتعمل صورة سيئة، بس يعني إحنا ما باليد حيلة، يعني مش هنقدر نعمل حاجة غير إنه في ناس برضه هنا محترمين بيقضوا إجازة وبينبسطوا بيرجعوا، ما فيش أي مشكلة بالنسبة لهم. ايش بتقول للناس هاي اللي خايف انها تروح على مصر؟ لا، انا بقول انه ما فيش حاجه، لانه البرهان موجود انه في ناس لغايه دلوقتي بتروح، يعني بالذات منطقه طابا بالاخص، على اساس انها قريبه عن الحدود، وفي نفس الوقت في هناك مستوى الفنادق عالي، والاسعار هي كمان عامل مؤثر، لانه لما الواحد يقضي ليلتين في ايلات غير بنفس السعر اللي ممكن يقضي بيه 4 5 ايام في شرم الشيخ، فبالتالي مع اطفال، فبالتالي بيحسبها كذا مرة انه لا، شرم وطابة بالنسبة له اوفر واحسن، وفي نفس الوقت الفعاليات والحاجات اللي موجودة هناك بتساعد كتير انه هو ممكن يتجوز. لكن الوضع الامن لغاية دلوقتي احنا الحمد لله ما شفناش اي حاجة حصلت، او سمعنا عن حاجة حصلت لأي حد من زبائننا او الناس اللي نزلوا على الطريق. استمعت. شكرا.